أنا مقيمة بدولة أوروبية. نعم سمعني شيخنا؟ أسمع. نعم، أنا مقيمة بدولة أوروبية، واشتريت سكن على أساس أنه يعني حلال، يعني مختلف فيه، ليس بحلال، من مسن وزوجته. من مسن وزوجته. نعم، طيب ودفعنا تسبيق من المال، وبعد وكل شهر اتفقنا أن نسدد بشكل شهري مدة 15 سنة. طيب نعم، وفي حال موت المسن البيت سيصبح من ملكنا. أيوة. وقالوا لنا هنا في المركز الإسلامي هنا يعني بالدولة الأوروبية، أفتوا لنا بأنه المسألة مختلف فيها، ولكن بما أنه عن بتراضي المسن فأنه لا شيء عليكم إن شاء الله، لأنه قال حتى ولو كان هناك غرس يعني بتراضي كلاكما، يعني أنت صبرتي حتى نهاية مدة 15 ستسددين كل شهر، وهو قبل في حالة موته البيت يصبح ملكك. له وجهة شرعية من صححوا البيع، نعم، ما دامت النفوس راضية لهم وجهة شرعية. قال يعني إذا أنا مت وأنا مسامحكم في باقي الأقساط، هذا الكلام. لكن نرجع نقول يعني هي هذه سندرجها، لابد أن نوصفها توصيفا صحيحا. ما توصيفها؟ توصيفها أن الميت أوصى بإسقاط الدين عن المدين، أوصى بإسقاط الدين عن المدين. أولا نهار تربطكم بالبيع قرابة؟ لا، طيب. هو خلاص صبرا، ليس بمسلم، ليس بمسلم. طيب خلاص لا بأس ما دام في تراضي، لأنه المشكل نحن اشترينا البيت منذ 3 سنوات ونحن نسدد. خلاص هو كده، واحد قال يا جماعة هذه السلعة لكم، وإذا أنا مت فأنا مسقط الدين عنكم، مسامحكم في سائر الدين. نعم، لا بأس، لا بأس.